تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة من معالي فريق أول محمد حمدان دوغلو موسى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، متمنيا لسموه حفظه الله موفور الصحة والعافية. هذا وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة شكر جوابية لمعاليه، أعرب فيها عن شكره على ما أبداه من فيض المشاعر الطيبة، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.